العدوان والدمار الذي أحاط بقطاع غزة لم يمنع شبابها من تكثيف الجهود والمشاركة للعام السابع على التوالي في أسبوع مقاومة الأبرتهايد لمناهضة العنصرية، وبجهود وتعاون اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال ومجموعة من المتطوعين، وذلك تذكيراً بسياسات إسرائيل العنصرية وحق الفلسطينيين العيش بسلام وأمان باستعادة حقوقهم المسلوبة. هذه أداة ضغط، وهذه الأداة واضح أنها بدأت تثمر نجاحاتها، لأنه نجاحاتنا دائما على مستوى الجامعات. مثلا آخر فترة كان في يعني الأسبوع الماضي في جامعة سواس في بريطانيا تبنى مجلس طلابها المقاطعة بشكل كامل، وعلى مستويات أكاديمية ونقابية في العالم في أدوات يعني عم تتجلى كأداة ضغط قوية جدا، لدرجة أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية عم بتخصص ميزانيات لمواجهة أسبوع مقاطعة الأبرتهايد وحركة المقاطعة الدولية في العالم. فعاليات أسبوع مقاومة الأبرتهايد ستنفذ في 250 مدينة حول العالم، وتهدف إلى نشر التوعية حول سياسة الفصل العنصري الإسرائيلي والدعوة لمقاطعتها وفرض عقوبات عليها وسحب الاستثمارات الدولية منها، وذلك لتعزيز الدور الكفاحي للشعب الفلسطيني. الآن أصبحت هناك حملات مقاطعة في كل أنحاء فلسطين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والحملة تعمل بالتنسيق وبالتساوي مع حملة BDS، يعني هي في حالة تكاملية مع الحملة المقاطعة الدولية. فبالتالي الخسائر يعني كانت في عام 2014 أكثر من 8 مليار دولار. وتسعى حركة المقاطعة لحصار نظام الاحتلال العنصري والاستعماري حتى ينصاع للقوانين الدولية، ولكي يمارس الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات والجدار. أعتقد أنه يتوفر الآن إجماع فلسطيني على ضرورة مقاطعة إسرائيل، عدم الاستثمار منها ومن الشركات التي تستثمر منها وفرض عقوبات عليها. وأعتقد أننا قد بدأنا بتفعيل هذه الحملة ليس فقط على الصعيد المحلي بل أيضا على الصعيد الدولي، بمعنى أن مقاطعة إسرائيل هي نداء من المضطهد الفلسطيني ومن يمثل هذا المضطهد الفلسطيني إلى المجتمع الدولي بضرورة معاقبة إسرائيل حتى تستجيب للشرعية الدولية. مقاومة الأبرتهايد الإسرائيلي جزء من جهود فلسطينية ودولية، إذا ما تم مساندتها بالشكل المطلوب فإنها ستشكل خطراً ورادعاً حقيقياً لإسرائيل. غادة خالد، لتلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.